تواصل البعثة الطبية المصرية عملها لتقديم أوجه الرعاية الطبية للحجاج المصريين، وقد تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 9500 حاج بعيادات البعثة بمكة المكرمة والمدينة المنورة. حالات إيكو وحالات دوبلكس وحاجات سونار، شخصنا حالة أورتيك ستينوزيس وتم حجزها في مستشفى الملك عبد العزيز. هدف الاطمئنان والوقوف على الخدمة الصحية التي تقدمها البعثة الطبية المصرية وعبر تقنية الفيديو كونفرنس. استعرض رئيس البعثة الطبية المصرية خلال اجتماع لجنة القيادات بوزارة الصحة الخدمات التي قدمتها البعثة للحجاج المصريين منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن، والوضع الصحي الحالي للحجاج المصريين. كنا عيادتين امبارح عشان زيادة الأعداد اللي موجودة. مرضى الغسيل الكلوي زي ما قلت لحضرتك هم 4 حالات، 3 في مكة و1 في المدينة. تم عمل 9 جلسات غسيل كلوي والمفترض ان احنا ننسق للمشاعر. تم استعراض خطة البعثة الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. تم المرور على المراحل المختلفة لعمل البعثة الطبية من بداية من مرحلة الإعداد وما تم من تنفيذ أثناء المقدمة للبعثة الطبية من تجهيز العيادات واستخراج التراخيص اللازمة للعيادات، من تسكين الأطباء والخدمات اللوجستية المتعددة، وتم بعد كده مراجعة الإحصائيات الخاصة بالبعثة الطبية خلال الفترة السابقة. بقى في زيادة كبيرة قوي في أعداد المترددين على العيادات، يعني احنا جايز وصلنا 9000 متردد على العيادات حتى الآن. الحمد لله النسبة الغالبة منهم حالات بسيطة ومستقرة، في حوالي 500 حالة تحولوا على المستشفيات الطوارئ، لكن الغالبية العظمى منهم خرجت بعد تقديم الإجراءات الطبية السريعة. وعدد المحجوزين في المستشفى يعني 25 حالة، إن شاء الله يخرجوا بخير بإذن الله. كما تواصل البعثة المصرية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للحجاج المصريين مع توفير عيادات تخصصية للقلب والعظام وأمراض الصدر، والمزودة بأحدث الأجهزة والمستلزمات، والتي شهدت إقبالا متزايدا من قبل الحجاج المصريين. نسبة الأكسجين بالنسبة للعيان لما بيجي لنا، عندنا جهاز نيبولايزر، عندنا ماسكات بنعمل بيها جلسات في حالة الاحتياج، وبالتالي احنا كعيادة صدر بنطمن على الناس. بيجي لنا حالات سواء كان من اول نزلة البرد العادية، مفيش لحد دلوقتي قابلنا حاجات تستدعي ان احنا نقلق ولا نخاف، ما عندناش الحمد لله التهاب رئوي، ما عندناش الحمد لله رب العالمين حالات معدية حتى الآن. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة من خدمات علاجية على مدار الساعة. متشكرين قوي على اللي انتوا بتعملوه لنا، لان كده احنا يعني في امان، في ايد امينه، اكتر من كده ما اقدرش اقول. جهود مضنيه تبذلها البعثه الطبيه المصريه على مدار الساعه لتوفير سبل الراحه والامان للحجاج المصريين اينما كانوا. محمد حلمي، التلفزيون المصري.